انتقادات بالجملة تعرض لها محمد صلاح نجم المنتخب المصري وثالث أفضل لاعب في العالم من قبل الجماهير بحجة تباين أدائه مع الفراعنة بعكس ما يقدمه مع ليفربول الإنجليزي. انتقادات لم يتوقف عندها كثيراً محمد صلاح الذي اكتسب من الخبرات ما يمكنه من عبور تلك المواقف، وهو ما حدث بالفعل خلال مباراتي كوت ديفوار والمغرب في كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون. ففي المباراة الأولى أمام كوت ديفوار نجح محمد صلاح في تحرير لاعبي مصر من الضغوط الجماهيرية، ووجه رسالة للجماهير مفادها التفوا حول المنتخب من أجل عودة البطولات، وهي الرسالة التي كان لها مفعول السحر على اللاعبين الذين تألقوا خلال مواجهة ثمن النهائي وأطاحوا بالأفيال الإيفوارية. ثم عاد صلاح خلال مواجهة المغرب وقاد الفراعنة للتأهل إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 2017 عن طريق تسجيل الهدف الأول وصناعة الهدف الثاني، علاوة على تسببه في إزعاج الدفاع المغربي طوال أحداث اللقاء. صلاح الذي يصول ويجول في الملاعب الأوروبية ويضرب الأرقام القياسية رقماً تلو الآخر، يبحث عن تحقيق إنجاز مع منتخب بلاده للوصول إلى حلمه بالحصول على جائزة الأفضل في العالم، وهو ما يقترب منه بالفعل المحترف الأفضل في تاريخ الكرة المصرية بعدما بات يفصل الفراعنة عن اللقب الثامن في تاريخهم مبارتين فقط. فهل ينجح مو صلاح في تسطير اسمه في سجل قادة المنتخب الذين رفعوا كأس الأميرة الإفريقية؟ والفرحة مستمرة، والكلام عن منتخب مصر مش هيتوقف إن شاء الله لحد نهاية البطولة، لحد ما محمد صلاح يشيل الكاس إن شاء الله. شرفني وينورني في هذه الفقرة اثنين من الأصدقاء الأعزاء، واستمتع دايما بوجودهم معنا، وأكيد حضراتكم كمان بتستمتعوا بيهم. صديقي العزيز محمود أبو الركبة، محمود مشرف ومنور، فرحان إن أنت معايا هنا لأول مرة. مساء الخير يا كريم، وسعيد جدا جدا بوجودي في التلفزيون المصري ووجودي في برنامجك الجميل جدا. ما شاء الله يعني بداية جميلة وموفقة دايما إن شاء الله مستمرة، وفي نفس الوقت التلفزيون المصري دايما المكان اللي الواحد بينتمي ليه بيبقى فرحان فيه طبعا. وايضا صديقي العزيز المميز دوما محمود ضياء، محمود مشرف ومنور. ربنا يخليك كريم، نورك. ايه اخبارك؟ ايه زي الفل، كله بخير الحمد لله. محمود الفرحه النهارده كانت حلوه قوي بفضل الله. طبعا قوي طبعا، الاداء كان حلو تفصيلا، اداء المنتخب لاعبين وجهاز فني كل حاجه تقترب من المثاليه. بص يعني بكل صراحه ما فيش فخر اكتر من ان لعيب بيلعب لمنتخب بلده. صح. وما فيش فخر من ان مدرب يدرب منتخب بلد كامله ويقودها. صح. ومفيش فخر ان معلق او اعلامي او مذيع او صحفي يكتب حاجه خاصه بفرحه فوز على منتخب بلد. صحيح الفرحه حلوه والفوز حلو، لكن احنا تعرضنا لاختبارات كثيره جدا في الثبات الانفعالي. في حاجات كنا فيها ممتازين واكثر من ممتازين. صح. على مدار بقى النقاش هنسترسل في الموضوع ده، وفي حاجات ثانيه فلوبس صغيره كده محتاجين ان احنا نعلم عليها بالقلم اللاينر وناخد بالنا في اللي جاي. اللي هو مش زعلانين منها، بس بنقول ان ناخد حذرنا منها عشان لا قدر الله ما تعمل لناش اي مشكله بالزبط. بعد كده بالظبط. ده في المجمل رايك يا محمود النهارده؟ مباراه عظيمه منتخب مصر، يمكن بدايه مقلقه شويه، بدايه من تشكيل دخول ايمن اشرف مكان حمدي مكان جديد عليه، اتجرب في كاس العرب قبل كده بس ما كانش على قد المنتظر. كان في ماتش الجزائر وقدم اداء كويس جدا في كاس العرب في مباراه الجزائر لحد ما اتصاب وخرج من المباراه. اعتقد النهارده برضو باستثناء الخطا الكبير اللي عمله في ضربه الجزاء قدم كويس ولا ما قدمش كويس؟ في رايي ان كان ايمن عنده اكتر من كده، لكن مش اقدر الومه قوي لان هو مش في مكان اللي هو معتاد عليه. يعني الشوط الاول هو بيلعب في مكان مش معتاد عليه، حتى لو تبص في اغلب اللقطات اللي بيظهر فيها ايمن اشرف بيتطرف اكتر، هو لاعب وسط شمال لكنه بيتطرف اكتر يروح ان هو باك. تصرفاته او وعيه بمكانه مش موجود، وده منطقي. دايما التاكلينج اول قرار بالنسبه لي بالظبط، ودي حاجه اعتقد ايمن محتاج ياخد باله منها. في فرق ما بين يعني القوه والتهور بالظبط. بالظبط جدا. فدي حاجه مطلوبه من ايمن اشرف. ايمن اشرف لاعب كبير ولاعب خبره، مش هقدر الومه على الشوط الاولاني، بعد كده الشوط الثاني لما رجع في مكانه قدم مباراه مميزه جدا. صح. طيب النهارده ابدا معاك من التشكيل وطريقه اللعب والتعامل مع المنتخب المغربي من الدقيقه الاولى، كان عامل ازاي من وجهه نظرك؟ انا بالنسبه لي هاخد من كلام محمود وهبدا ابني على فكره ايمن اشرف، لان هي دي كانت التريك او اللقطه اللي في التشكيل. ان هو نص ملعب ثالث، والحقيقه خطوه موفقه جدا. انا مختلف مع الناس اللي بتقول انه ده مش مكانه او انه مش وظيفته، بالعكس ايمن لعيب فليكسبل جدا، لعيب بيلعب برجل الشمال وعنده مهاره الخروج بالكوره، بيقدر يطلع في البيلد اب كويس جدا، عنده قدره على الكفرنج، بيواجه واحد من اسرع لعيبه العالم اشرف حكيمي،
ولعيب صعب جدا جدا انك تسيطر عليه، خاصه في الدقائق الاولى من المباراه. الناس اللي بتتكلم ان طبعا فتوح هو كمان عمل مباراه عظيمه على الطرف الاخر في الشوط الثاني، لكن فشتان الفارق ما بين تواجه اشرف حكيمي في البيك بتاعه في اول طاقه لسه في كامل مستوياتها في اول 50 دقيقه من المباراه، اول 60 دقيقه من المباراه، وفي اخر اللحظات الاخيره في الاكسترا تايم عشان تقدر تلعب عليه. فايمن صحيح ما كانش موفق في ضربه الجزاء، لكن كان موفق جدا في التصويبه اللي حطها على المرمى، كان موفق جدا في تغطيه نص الملعب، كان موفق جدا الكرة. انا اعتقد ان ايمن اشرف بدوره، انا على فكره بتفق معاك ان ايمن اشرف اجاد بالمناسبه يعني، بس انا شايف انه دوره في استعاده الكوره كان دور رائع جدا، وده سبب من الاسباب اللي كان موجود النهارده. دوره عشان يغطي على اشرف حكيمي ويساند الفتوح ولعب مع لاعب وسط الملعب، كان دور جيد جدا. حتى لما رجع كسنتر باك قدم اداء كويس جدا، باستثناء طبعا الانذار اللي خده واللي كان سبب في خروجه من المباراه مع التوتر. فانا بتفق معاك في القصه بتاعت ايمن اشرف. كمان انا عندي فكره واضحه جدا جدا عن طريقه البناء بتاعه كارلوس كروش. اي مدرب في الدنيا يا كريم تقدر تقيمه. احنا ليه اتصدمنا في اول مباراه من النيجيري؟ اتصدمنا صدمه كبيره جدا لانه احنا ما لعبناش لعبنا ولا قدمنا طريقتنا. احنا اتصدمنا لانه ولا طريقه كروش نفسها، ولا طريقه كروش يعني. برافو عليك، عارفين ان كروش بيعمل احسن من كده بكتير وبيبني احسن من كده بكتير، والطريقه بتبقى احسن من كده كتير، فاتصدمنا في كل حاجه. في ثلاث حاجات تقدر تقيم المدير الفني عليهم. اي مدير فني في العالم تقدر تعمل بنش مارك زي اي بنش مارك او معادله تقييم بتتعمل لاي سلعه او اي منتج في الدنيا. رقم 1 طريقه بناء اللعب، رقم 2 طريقه تغييره في التشكيل بتاعه، رقم 3 طريقه دفاعه واستخدام الكي بلايرز اللي عنده، انه ازاي يقدر يستخدمهم ويفضلهم المساحات او يقدر يلعب عليهم. فلما جينا على المباراه الاولى نعمل ده على البنش مارك خدنا درجه وحشه جدا جدا، لانه فاجئ اللعيبه ذات نفسهم، ودي وده خطا فيتال ميستيك في كره القدم لا يمكن تداركه اثناء المباراه. فانت بعد كده قدرت خلاص حطيت الامور في مكانها وامتصيت ده، وقدرت انك ترجع في الجيم. المباراه اصلا في تسييرها فكره انك تحط نمط معين لوقت ريتنشن للكوره. يعني ايه وقت ريتنشن للكوره؟ وقت معين بتستغرقه على ما اللعيبه اللي بتبني الهجمه بتاعتك تخرج. والكلام الدور كان واضح جدا جدا على محمد النني، اللي انا كنت شايف الحقيقه انه من افضل المرات اللي محمد النني بيلعب فيها كره قدم مع منتخب مصر. والحقيقه كريم انا انت عارف انا دايما جريء شويه في الافكار. محمد النني تقريبا كان بيعاني من معضله دايما نفس الفتره اللي كان فيها ابو تريكه واحمد حسن في النادي الاهلي. اسوأ فتره لابو تريكه في النادي الاهلي في وجوده مع النادي الاهلي كان دايما في وجود احمد حسن كصانع العاب. في دوره كصانع العاب الملعب ما يستحملش اتنين بيختموا على الكوره. فكان فتره تلاقي ابو تريكه بيتغير كتير وبيخرج كتير فدي كانت فتره بنتكلم عليها. نفس القصه لما تحط اتنين ديستروييرز في نص الملعب، النني طارق حامد او النني ومعاه مهام اخرى بنص خط وسط مدافع، بتحصل مشكله كبيره جدا، الادوار بتبقى متداخله. لكن تحط النني لوحده سنتر ميدفيلدر على الدايره، دي فكره جميله. تحط النني لعيب مع السوليه يتنوع في الادوار، يبقى معاه واحد زي ايمن اشرف بيريحهم شويه في الريكفري ويديهم وقت الريتنشن، تبقى فكره جميله. فكره ان عندك لعيب بيديك 120% من مجهوده طوال المباراه دي كانت حاجه جميله جدا. ففكره كروش انا تمرس فيها في اثناء الحديث يعني. عظيم جدا. النهارده كمان يا محمود هبدا بمحمد صلاح واسيبك تكمل على الشكل الفني والتكتيكي لكروش النهارده. محمد صلاح النهارده عمل مباراه كل مبارياته تاريخيه وكل مبارياته مهمه. يعني وجود محمد صلاح في حد ذاته تاريخي. طبعا بيبقى ساعات مش موفق في مباريات، ده وارد جدا زي اي لاعب في الكون يعني، حتى ميسي وكريستيانو. بس النهارده هي فعلا مباراه تاريخيه لمحمد صلاح، تفصيلا فنيا هجوميا دفاعيا على مستوى الروح والحماس كل شيء. النهارده محمد صلاح عمل مباراه تاريخيه. بص يا كريم، بعيدا عن صلاح صنع جون، جاب الجون الاول وصنع الجون الثاني بتاع المكسب، اركن ده على جنب. بص حتى الارقام هتلاقي ارقام عاديه، سيب بقى كل ده على جنب. بص صلاح في الملعب بيعمل ايه، بص صلاح في الشوط الثاني هو بيجمع اللعيبه وبيروح لواحد واحد فيهم، لما الكره تيجي هاتها، بيشاور لكل واحد فيهم ازاي يفكر وازاي يتحرك. ده صلاح الشوط الثاني بيقول يا جماعه من الاخر الماتش ده بتاعي. ايوه انا اللي هروح هات الكوره. حلوه الجمله دي قوي يا محمود، معلش انا اقف عندها. انا معلش الماتش ده بتاعي، انا حسيت كده بالظبط. اصل انت انا حسيت كده ان محمد صلاح مش هيخرج من الماتش ده كسبان، ده ماتش بتاعي بالظبط. صلاح بيروح بيحاول يرقص واحد والتاني، يلم حوالي اثنين وثلاثه واربعه، ياخد اوت، ياخد ضربه ركنيه. ما كانش في الاول عارف يرقص لحد ما قدر يراوغ. بالمناسبه هي واحده من المراوغات اللي صناعه الهدف، هو ما راوغش، هو مجرد بس ان هو موه ان هو هيرقص وراح وعمل انفراد زي ما احنا بنشوفه دايما في الدوري الانجليزي. الوقت كمان بتاع الاسيست، وقت خروج الكوره من رجل محمد صلاح، ده وقت لاعب عظيم. طبعا يعني طبعا مش محتاجين نشيل طبعا مش احنا خرجنا من القصه، هنتكلم هنا ان صلاح بيتكلم بس الاسيست الاكشن بتاع الاسيست ده لخبط المدافعين وياسين بونو، لخبط كل الناس. بالظبط. صلاح وهو بيدافع، صلاح وهو بيرجع لمناطق قريبه قوي قوي من جوه منتخب مصر عشان يقدم دور دفاعي، صلاح وهو بيهاجم هو بيستلم الكره عشان ياخد الكره على واحد واثنين وثلاثه واوقات اربعه كمان، ما بتخسرهاش يا اما بياخد منها فاول او بياخد منها ضربه ركنيه او اوت او اي شيء. فاحنا بنتكلم هنا عن صلاح، اركن ارقامه، اركن الجون، اركن الاساس، اركن كل ده. احنا بنتكلم في لاعب النهارده قائد،
الكلام على ان محمد صلاح بيأدي في دور اقل مع منتخب مصر من اللي قدمه مع ليفربول. خلينا نبص ان احنا بعيدا عن ده ما بيحصلش في رايي، ولكن في ليفربول لما يكون في منافس قدام ليفربول فهو عارف ان صلاح مع ارنولد ومع ماني ومع مش عارف ايه، لكن في منتخب مصر دايما العين الاولى على صلاح، مش انتقاص من قدر اي لاعب في منتخب مصر خالص، ولكن المنافس دايما بيركز في القدر الاول على محمد صلاح. صح. فصلاح يا اما بيفتح مساحه اللي حواليه او ياخد مان معاه فحد غيره بيفضل مساحه، وصلاح النهارده بيقود منتخب مصر حرفيا في الملعب مش بس بشاره كابتنه او بكلام في مؤتمر صحفي اللي هو كنا كلنا متفقين معاه، لا صلاح النهارده قائد بالمعنى الحرفي، انا الماتش ده بتاعي وانا اللي هكسب منتخب مصر وانا اللي هروح بيه نص النهائي. وده حصل النهارده وباذن الله خطوتين كمان ونفرح كلنا. عظمه جدا. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع محمود ابو ركب ومحمود ضياء، بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب محمود، ايه اللي عجبك النهارده على المستوى الفردي والمستوى الجماعي لمنتخب مصر؟ يعني مين اللاعبين اللي انت شفتهم ادوا بشكل فردي رائع جدا وحابب انك تسلط الضوء عليهم، والشكل الجماعي كمان لمنتخب مصر وكيفيه التعامل مع نقاط قوه المنتخب المغربي اللي هي كتير، يعني بتتكلم في مفاتيح لعب كتير قوي ونقاط قوه بالجمله في المنتخب المغربي احنا تعاملنا معاها معظم الوقت النهارده. بص يعني لو انا كتبت ورقه وقلم قلت لك تسالني السؤال ده هبقى مبسوط قوي الحقيقه، انت جات من عندك يعني بدون اي تنسيق. طيب الذكر دائما وابدا الكابتن محسن صالح. ربنا يديله الصحه طول العمر. بيقول لك ان اكبر عدو واكبر غريم انت ما تتمناش تواجهه سوء الحظ وتوفيق. فتقدر تهزم المنافس، تقدر تهزم الـ 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 حتى في بعض الاحيان لو حسيت حيز الحكام، تقدر تهزم الظروف، الجو، الجماهير، تقدر تتحدى كل ده. لكن سوء الحظ ما فيش منه دواء. صحيح. فكره ان انت بقى عندك فريق قابل للانضغاط، انك في اول خمس دقائق في الجيم تعمل ضرب جزاء ايرور، عارف انت عارف الجليتش. ايوه حصل جليتش، كل اللي انت بتحلم ترتبه في المباراه بيبوظ. فكره ان انا حاطط ايمن اشرف في نص الملعب عشان يامننا نعدي اول 40 دقيقه ما يجيش فينا اهداف ونبقى احنا الليد على منتخب المغرب، ويبقى احنا دايما اللي عندنا ايمن هو اللي يعمل ضربه الجزاء، فايمن اللي انت حاطه واللي انت مراهن عليه هو اللي يعمل لك ضربه الجزاء. مش بس كده كمان، ده انت بيبدا يحصل عندك حاجات قدريه زي اصابه احمد حجازي، واحد من اهم اللعيبه سنتر باكس اللي انت اصلا بتعتمد عليه في الخروج بالكوره. الكرات الطويله كلها بتاعت حجازي. صح. قدم اليسرى. الكرات البينيه الارضيه كلها بتاعت حجازي بالقدم اليمنى. كل العاب الهوا انت بتعتمد على حجازي، لان منعم على قد ما هو واحد من افضل اللاعبين طبعا احنا هنتكلم عليه في البطوله، لكن سبحان الله كل ده بيبوظ وانت بتضطر انك تغير. مش عايز استبق الاحداث، لكن جت في بالي دلوقتي واقعه مع محمد صبحي حارس المرمى بتاع منتخب مصر. واحنا في اخر مباراه لنادي بتروجيت في الدوري الممتاز والاتحاد السكندري، كنت انا بعلق المباراه لاذاعه شباب والرياضه، بعلق من الملعب، وكان معايا احمد المصري زميلنا صديقنا العزيز المراسل، واحنا راجعين من المباراه ركب معنا صبحي. قبل المباراه دي تقريبا الكابتن علي لطفي حصل حاله وفاه وما لعبش المباراه، هما بيسخنوا، فهو كان واقف، انا خدت منه التشكيل وبتكلم معاه قبل المباراه، فقال لي ايه كره القدم دائما ما تعطيك فرصه للعوده اللي انت بتقولها دي؟ فانا بهزر معاه، قلت له قال لي انت الكلمه دي بتقولها على طول وانت بتعلق، فبقول له يعني يمكن يحصل حاجه كره تديك فرصه، قال لي ما انا النهارده مش هلعب، ما بيكملناش الكلمه ثلاث دقائق وراحوا نادوا عليه ان هو لا يلعب المباراه، وعمل مباراه العمر، عمل مباراه جميله جدا. واحنا راجعين ركبنا العربيه مع بعض ومروحين، فوصلته حد البيت، قال لي شكرا يا كابتن انت كده وصلتني، قلت له تصبح على خير وربنا يوفقك ان شاء الله اشوفك في منتخب مصر في كاس العالم او في كاس افريقيا. قال لي يا كابتن قول لي هي كاس مصر. فالنهارده مع الزمن فالنهارده سبحان الله. الله يعني وهو بيغير كره القدم اديته فرصه، في كره القدم دائما ما تعطيك فرصه للعوده. سبحان الله تبقى بعيد خالص محمد عبد المنعم تمشي من النادي الاهلي، لان انت ترتيبك رقم اربعه في مساكين النادي الاهلي بدون ذكر اسامي، انت الرقم اربعه فيهم مش تقدر تلعب. فسبحان الله من الباب الكبير تقدم واحده من اقوى واجمل بطولات تقريبا سنتر باك بدون اخطاء. صح. ما شاء الله تبارك الله، يعني تفضل الامور ماشيه على كده، ربنا يحفظه. طيب النهارده عمل مباراه كبيره برضو، وانا عايزك تكلمني كمان على ارقام المباراه بشكل عام، بس لازم يعني اعلم عليه علامه صحه كبيره جدا، فتوح. طبعا فتوح النهارده عمل مباراه، انا مش مصدق نفسي انه بيلعب قدام اشرف حكيمي بهذه الثقه. قبل ما اكلمك على المهارات والتدخلات والكلام ده كله، الثقه، يعني انا لما بلعب قدام اشرف حكيمي افضل ظهير ايمن في العالم، ظهير ايمن باريس سان جيرمان، هبقى قلقان ومتوتر وخايف وهيعدي مني في ألف كوره. النهارده فتوح كان بيلعب قدام اشرف حكيمي وكانه هو اشرف حكيمي. بص يا كريم، انا بالنسبه لي اي لاعب في منتخب مصر النهارده هو قدم مباراه كبيره. صح.
وقدم شخصيه كبيره لان احنا مش بس احنا داخلين المباراه ده منتخب المغرب طبعا احنا داخلين ند بند كل منتخب له نقط قوه. انت بتتاخر في الدقيقه 5 وعندك سلسله من الغيابات تقدر تعدها الى ما لا نهايه. انت عندك خط دفاع بالكامل بيتصاب بحارسين مرمى. انت داخل بادئ البطوله دي محمد الشناوي، احمد حجازي، محمود حمدي الونش، اكرم توفيق، احمد فتوح. صح. دول لاعبين واحمد فتوح اللي هو اصلا اتصاب ورجع. برافو عليك. كله مش موجود. برافو عليك. حجازي بيتصاب من الشوطين. بعد كده الشناوي زي ما احنا بنبص كده في ارقام المباراه تلاقي في التسديدات منتخب المغرب كان بيشوط اكبر، ولكن في شوط كتير كان سواء بلوك شوت او بشوط من بره الثلاث خشبات. منتخب مصر كان فرق تسديده واحده بس كمان الاون تارجت لينا، اون تارجت منتخب مصر سدد اكبر 5-4، الركنيات 6-3، وهنقف عند الركنيات دي شويه. حلو. استغلالنا للضربات الركنيه ايوه يعني يبقى احنا استغلناها مرتين في البطوله. في المرتين قدرنا نسجل منها. برافو عليك. لكن بعيدا عن كده ما بتوصلش بعيده. أيوة. دي حاجه اعتقد ان احنا لو قدرنا نستغلها هتبقى مهمه جدا جدا لمنتخب مصر. كرات ثابته كتير سواء فاولات او ركنيات ما بنستغلهمش الاستغلال الامثل. بالظبط. انت بتفك الماتش يعني ماتش السودان انت كنت مضغوط فكيته براسيه عبد المنعم، النهارده المغرب متقدم عليك بتفك الموضوع براسيه ثانيه لعبد المنعم بيكملها محمد صلاح. بمناسبه راسيتين محمد عبد المنعم دي اكيد مش صدفه. يعني ده اكيد شغل فني وتكتيكي في الضربات الركنيه عشان توصل الكره لمحمد عبد المنعم في وضع هو فاضي فيه. بالظبط. يعني عشان بس نفهم الناس انه في تحركات للعيبه وفي شغل فني بيحصل في الركنيات بتخلي الكره توصل لمحمد عبد المنعم مره ثانيه. ده اللي بيحصل مع راموس لما كان بيلعب في ريال مدريد او مع باريس، ده اللي بيحصل مع فان دايك في ليفربول، بيحصل مع اي مدافع في العالم ان الفرقه كلها بتشتغل معاه في كره السله. فده شغل المدير الفني طبعا. ما فيش اي كلام على الكلام ده، ما فيش اي خلاف على الكلام ده. انا في رايي ان احنا يعني الكورنر اللي لعبه الاول عبد المنعم ماتش السودان كان عبد الله السعيد، ده كان عمر مرموش. فواضح ان الموضوع لما بنستغله بشكل كويس بنوصل. فدي حاجه محتاجين نشتغل عليها بشكل اكبر. صح. لان في اوقات كتيره الركنيات مش بس اقول لك انها بتوصل لحد وما بيقدرش ان هو يترجمها، لا هي ما بتوصلش للاعب خالص، بتروح الناحيه الثانيه غالبا. فدي حاجه نقطه مهمه قوي محتاجين نقف عليها. محمد عبد المنعم مباراه مميزه جدا 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 لمحمد عبد المنعم بيستمر فيها في مستوى قوي. احنا بنتكلم في لاعب كان قاعد على الدكه، مش هقول لك بقى في سيناريو مشاركه كاس العرب، هو بدا من على الدكه بينزل ماتش نيجيريا باك مش في مكانه، بيلعب قدام موسى سايمون بيعمل على ماتش كبير. سايمون عمل على محمد عبد المنعم ماتش كبير، فكل بدا يخش الشكوك شويه. صح. بينزل مكان الونش الماتش الثاني بيقدم مباراه كويسه، الثالثه قصاد كوت ديفوار قصاد المغرب بيقدم مباراه مميزه جدا جدا جدا. ففي رايي ان محمد عبد المنعم النهارده كمان الاهلي اعلن رسميا استعادته من فيوتشر. مباراه مميزه جدا لعبد المنعم وبطوله مميزه، ولاده فعلا لنجم كبير. واحنا كنا بنتكلم عن الكلام ده بالمناسبه بعد ماتش نيجيريا. اقول لك حاجه على محمد عبد المنعم واسمع معايا محمود وانت قولي لي رايكم ايه. انا كنت لسه بقولها مع الكابتن احمد ديودار دلوقتي، ان انت عندك سنتر باك لما بيتغير عليه سنتر باك اللي جنبه المباراه اللي بعدها بيحصل خلل في الدفاع. النهارده محمد عبد المنعم بيتغير عليه ثلاث مدافعين، حجازي، ايمن اشرف، محمود علاء، وهو ثابت المستوى لما يتغير ما حصلش اي مشكله. طبعا اي ثنائيه دايما يا كابتن بيبقى فيها اثنين، واحد مخ واحد عضلات. واحد الاثنين كلهم بيكملوا بعض. انا بعرف لما انا موجود جنب مدافع تاني لفتره طويله عارف امتى هتقدم وامتى هرجع، انا امتى هو هيشيلني لما انا اتحرك في الحته الفلانيه. كمان الباك اللي جنبي الموضوع بس ما بقاش مدافع جنبك، الباك اللي طلب على الطرف معاه. صح. عارف هو بيعمل معاك ايه، المسافه اللي بينكم هتقللوها ازاي، هو نفسه بيتغير يمين وشمال. بالظبط. يعني الراجل لعب في كل ما بين قلبين دفاعين وشمال، لعب كمان كباك. ففي رايي لا عبد المنعم بيقدم بطوله مميزه جدا جدا ليه، ولاده نجم فعلا. كنا اتكلمنا هنا بماتش نيجيريا على ان محمد عبد المنعم لسه صغير والمفروض نتخطى قصه ان حد صغير لسه جاي. صح. ولكن عبد المنعم احنا قلنا ان هو ما بياخدش فرصه في الاهلي ولكنه قدر ان هو يكون. انا معايا دقيقه واحده وعايز اعرف المفروض نتعامل ازاي مع مرات الكاميرا. اول حاجه لازم يعني ان شاء الله نعرف بس نستعيد مين. تاني حاجه احنا لسه ما فزناش باي حاجه. صح. في منتهى الاهميه ان مباراه المغرب دي احسن مباراه احنا لعبناها في البطوله. امام منتخب ارثه والفوتبول هيريتج بتاعته كبيره جدا في كره القدم. لازم نتاكد انه عشان توصل لابعد مدى تكون طموحاتك في السماء وعقلك جنب رجلك تحت على الارض. فدي اهم حاجه احنا نعتمد عليها. اتمنى لهم كل التوفيق في استعاده كل الاصابات، في استعاده الاكيوميوليتيف ستامينا، زي ما بتحصل فورمه فنيه متراكمه، زي ما بيحصل مجهود بدني متراكم مع عدد دقائق 120 دقيقه احنا لعبناها كتير. فنتمنى ان احنا نقدر نعمل الريكفري ده والجود بالمجهود. وحاجه اخيره للجمهور المصري، لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ان شاء الله ما يحصل ما حصلش نصيب وما قدرناش نفوز على الكاميرون اللي هي صاحب الارض والجمهور و احنا هنخرج واحنا مرفوعين الراس وبارض صلبه جدا. لو ربنا قررنا ورحنا ارجو ان احنا ما نبالغش باي حاجه، لان كلنا عندنا هدف كاس العالم وعندنا هدف استقرار جهاز فني منتخب مصر وعندنا هدف البناء على جيل جديد للكره المصريه احنا محتاجين نطلعه. هي كوره، هي كوره ورياضه، اكيد احلامنا وامنياتنا وامكانياتنا تخلينا نكسب الكاميرون ان شاء الله. بس كل حاجه وارده،
ما بعد هذه المباراه نتكلم بالعقلانيه سواء كسبنا او ان شاء الله ما هيحصلش الباقي ده. باذن الله. محمود شرفت ونورت. ربنا يخليك حبيبي، دايما بتشرفنا محمود ضياء. محمود ابو ركب انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. انا اللي بشكرك على الدعوه الكريمه. شكرا حبيبي جزيلا. حبيبي يا محمود، يا رب دايما فرحنا، يا رب دايما في العلالي، يا رب دايما منتخب مصر فوق، يا رب دايما ابطال افريقيا، يا رب دايما اهم منتخب في القاره الافريقيه، يا رب دايما عندنا احسن لاعبين في العالم. زي ما كيروش قال من قبل ما نسافر هذه البطوله، انا كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي معايا افضل لاعبين في العالم، انا شايفهم افضل لاعبين في العالم، حتى لو كريستيانو زعل مني بس دول افضل لاعبين في العالم، هم في نظرنا برضو افضل لاعبين في العالم، وان شاء الله ربنا يكرمهم، لعيبه رجاله وجهاز فني محترم. اشوفكم يا رب على الف خير. جول 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 جميل. وهدف مصري رائع رائع رائع. نصيحتي للناس، خليكم ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا فيه جمهور تاني للمنتخب زي زمان. بص شوف المنتخب المصري، ادي امامنا رجاله مصر، ادي همه الرجاله اللي بتاعتي دايما. شوف حضراتكم، شوف الاسم، شوف الاسم يرهب اي الحارس.